سمعت انه منزل برامج وثائقية على الموبايل. اهلا وسهلا فيكم، تشربوا انا كابتشينو. انا هوت شوكليت. انا بدي قهوة سادة. ايا معقد انت، قلت لك بلا هضام ما خليهم وسط بدل السادة. ايا معتدي، قلت لك بلا هضام خليها حلوة بدل وسط. ايا خلصنا بقى، خلص شادي فهمنا. شو حكينا معك؟ يا جماعة أنا خلص ما بقى بدي أشرب شيء، نوب خلص انتهينا. لؤي شو بقى؟ شو صار لك؟ ما حلك تتعود على مزح والعاد السقيل؟ يعني الواحد مو بكل لحظة بيكون رايق للمزح. بنعتذر. يا جماعة خلصونا، الزلمة واقف والله عيب، قولوا له شو بدكم تشربوا. ولا يهمك، أهلا وسهلا فيكم. طيب اسمع، بنعتذر منك احنا يعني، بس إنه بدي أشرب أنا عصير فريش على ذوقك. كرم عيونك. أما للأستاذ لؤي، جيب له شيء على ذوقك، موافق لؤي؟ موافق. كرم عيونك. يعني شو صار لكم؟ عيب اللي عملتوه قدام الجرسون. هذا الحكي ما بتقولي إلي، بتقولي للأستاذ شادي. لؤي أنت نقوزي زيادة عن اللزوم، صح يا بنات؟ هلا هذا اللي طلع معك؟ شو رأيكم إنه إحنا صارين كتير أولاد؟ تعالوا نروق شوي، خلص بقى افرطوها. والله عبير معها حق، خلص بقى لا تنزعوا لنا القعدة. اسمعوا، في نكتة. واحد ماشي. وعدني يجيب في قمع وعفت. يعني أنا هي القصص ما بتسهوين كتير، أنا أحب النقاش بالثقافات والموسوعات. لا وهي هي شلون بتعملها؟ هيك صح. إيه غضبها هي. تماما. فينك تقتلي لك تحكي لي إياها. نكتة؟ لا ممكن أقدر تسمع شو ما فيها تكون رزيد. لا لا باتي اتولي على ريكتين. انا نازل برنامج جديد عن الحيوانات على جزرة، وانت ما تفوت هيك فوت هيك مشان ما تنضرب الرامات تبعك. اذا بتقرأ بتنفرح كتير. مشروب المعقدين. مشروب الكلب. والله هي شكلها طيبة. حلوة جدا. طبعا عينك ملوك. شكرا. يا رب شو ورجيك؟ لا 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 بنضربوا رامات على الفلوس. بنضربوا عقدك. ورجيني. ما في. يا جماعة مو كأنه لما تأخرت. طب يكون عشق الطريق انه عادي. حكوها. انا رح دق لها. بس فيني افهم ليش من موبايلي مو من موبايلك يعني؟ ما معي رصيد. الو ايه لموش؟ انا شادي مو لؤي. طيب وينك؟ وين صرتي؟ طيب يلا ناطرينك ما تتاخري. انا وريم وعبير ولؤي. يلا ناطرينك. يلا باي باي. شو قالت لك؟ قال على الطريق بس عجق شوي. ها قلت لكم. طب اسمعوا شو لازم نعمل شيء قبل ما تجي نتسلى يعني. انا عندي حل. شو رأيكم نلعب لعبة الصراحة؟ حلوة كتير. أنا دائما ما بدي أحب. بلشنا. لؤي مو معقول كتير سد اللعبة. جرب جرب. أنا ما بحب لهي اللعبة أبداً، لذلك ما بدي ألعب. هي علينا لؤي. هي اللعبة بتعمل حساسيات بين الرفقات، لذلك أنا ما بحب ألعبها. معلش تصوروني أنا ورفيقي الحساس. يعني أنت مصر تكون جدل قدام رفقاتنا البنات؟ يعني ما عم بفهم عليك. لؤي بيبي مشان الله لا تعملي هدول القصص. شو حساسيات؟ بعدين نحن رفقات، معقول يعني نتخانق مشان هيك قصة؟ هلا شيلك عن انه اسمها لعبة الصراحة، بس يا اخي انه هي ظريفة، ممكن تعرف سلبياتك من ايجابياتك. يا عيني عليك يا ريم. عبير احكي لك كلمة. اسمع مان، يعني عن جد اللعبة كثير سردة، بعدين انت ما بيهمك تعرف رأي اللي حواليك فيه. برافو عبير. ريم احكي لك كلمة. طب ليك يعني الصراحة بمرة ما كانت بتزعل. للأسف أنه أنتوا ثلاثة ما قدرتوا تقنعوني أبداً. لؤي بدك تلعب، يعني بدك تلعب. إيه بدك تلعب. بس لك بس لح نلعب. يلا 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 تلعب حبيب. أعطينا أنينة مي صغيرة إذا بتريد. طيب أنا رح ألعب معاكم نشوف شو أخذ. ليكوا يا جماعة هاي اللعبة إلى قوانين، أوكي؟ يعني زعل ما في، حرد ما في، بالنهاية نحن رفقات.
مزبوط؟ تماما. والكلام اللي قالوه ريم وعبير مزبوط. طيب يسلموا الايدين. هلا طبعا شوي. هو هيك عم بقول انه هون شوي كمان عشان ما ازعل انا. اتوقع انه ما رح تجي علي ابدا. هلا اللي بيجي علي غطى القنينه هو اللي بده يسال. جاهزين؟ جاهزين. حط الحزام لؤي. عندي السؤال، عندي يا جماعه وبدي اسال عبير. بدك تعطينا صفة إيجابية وصفة سلبية لكل واحد فينا. حلو السؤال. إيه موافقة. طيب رح بلش برورو. ريم صفتها الإيجابية إنه هي حدا كتير طيوب وكتير بيحترم رفقاتها بغيابهم، أنا هذا الشيء كتير بحبه فيك على فكرة. والصفة السلبية؟ إنه هي بتثق بأي حدا دغري. أنا هي معك فيها. اللي بعده. اللي بعده أنت. هلا صفة إيجابية فيك، انت حدا كتير حبوب وبيعمل جو كتير حلو بالقعدة على فكرة ودائما. والصفة السلبية؟ والسلبية كتير سلال. سلال؟ يمكن، ما بعرف، بس حبيت. اسمح لي، مو يمكن، اكيد كمان حبيت. هلأ صار دورك انت لؤي. هلأ الصفة الإيجابية فيك انك تغري وما بتحب الزحلة. طيب والسلبية؟ السلبية عبير شو بك؟ احكي الصراحة ما بينزعل منها. صراحة معقد، يعني مو معقد معقد، يعني بتعقد الأمور. أنا معقد؟ لك أنا مو هيك قصدي إنك معقد، أنا قصدي إنه ليك هيك قلتيها؟ يا جماعة هلا أنا معقد شي؟ فهموني. قلت له أي حبيبي إنه عبير مو قصدها إنه يعني بكلمة معقد إنه أنت مريض نفسياً أو واشش. لا شو هي مريض نفسياً أو واشش؟ أنا ما بسمح لك أبداً تقولي هيك. انتي شو عم تعملي؟ انتي بدل ما تكحليها عملتيها. لك ايه خلص هيك طلعت، يعني شو بنا ابو اللول، روقنا حبيبي، يعني معقول تزعل من عبير؟ هلا بعد كل اللي حكيتوه بتقولوا للواحد روقنا؟ شو بده يروق يعني؟ اللي بيسمعك بيقول ابصر شو حكينا، كلها شقفت معقد. لك ولسه بترجعي بتعيديها؟ بقول ليش هيك عصبت؟ عبوره مو قصدها انه هيك تقول لك، يعني شلون بدي لك تستفزك او تعصبك؟ ليكنا قالت عني وقالت عن شادي انه صفه سلبيه وصفه ايجابيه، بس ولا واحد فينا لا عصب ولا تضايق. شبك انتو تصفلوا، كل واحد له اسلوبه بالحياه. وانت شو اسلوبك استاذ لؤي؟ لو كنا بغير هذا المكان، يعني بغير مكان عام، كنت عرفت رد عليكم انتو الثلاثه. يا جماعه شبنا خلص افرطوها، هلا بتجي لما بتلاقينا نازلين خناق ببعض. ايه مثل مثلكم، يعني حتى لو اجت وقعدت معاكم كانت حتشد على ايديكم. لؤي ما بسمح لك تحكي هيك على لما وهي مو موجوده. اوعك عبير معها حق. انت هذا اللي شاطره فيه ريم خانم، فلانه مع حق وعلتانه ما مع حق. لؤي شو بك انبحتت؟ لسه من اول قعده. يا اخي انت واحد مالك معقد. عم ترجعي تعيديها كمان مره؟ انت مو طبيعيه. شو بدك يعني اعمل لك؟ بوس ايدك مشان تسامحني يعني؟ خلص يا اخي انت واحد مالك معقد منيح؟ عبير اسمعي لك، هي اخر مره بسمح لك تحكي معي بهالطريقه ها؟ بالله شو؟ يا سيدي انت واحد معقد ومريض عن جد. انتبهي على كلامك منيح عم اقول لك. لا ماني منتبهه على كلامي، ما بسمح لك تحكي معي بهي الطريقه ابدا. ريم احترمي حالك. عيب عيب يا جماعه نحن بمكان عام، روقوا. واذا ما احترمت حالي شو بتعمل استاذ؟ لا عن جد انت ساره مو طبيعيه ها؟ قولي لرفيقتك تتعلم الادب. انا بدي اتعلم الادب؟ حبيبي انت طلعت فعلا واحد معقد ومريض وكثير شغلات ثانيه. اي انا معقد بس بتعرفي ليش؟ لاني متعرف على شله سيئه مثلكم. يا جماعه عيب روقوا، هلا بتجي لما بتقول انه يعني نحن قاعدين عم نتخانق قدام العالم، عيب. على كل حال انسوا انه عندكم رفيق اسمه لؤي. باي. الله معك. لؤي وين رحت؟ خلص عدو يا جماعه عدو. والله عيب يا جماعة اللي صار. حبيبتي شو عيب؟ ما شفتي كيف؟ مو معقول وقفنا على الكلمة. على فكرة بتعرفوا شو؟ مو بس قصة لعبة، عن جد هاد واحد معقد ها؟ شادي احكي لك شي كلمة. يعني والله ما بعرف شو بدي أقول. بس كمان لؤي مدري شلون صاير عقله. الله يصلحه. شوفوا لنا وين صارت لما، يعني مو معقول كان لازم توصل لهلا. عن جد دق لها، شبه؟ أنا رح دق لها. ليش موبايلي؟ قلنا لك ما معنا رصيد. ايه لموش؟ لك مو تخنان صوتي، انا شادي موري. وين صرتي؟ تاخرتي كثير علينا. طيب
يلا ناطرينك ما تتأخري أكثر من هيك. طيب أوكي ماشي ماشي يلا باي باي. وين صارت هلا؟ قال على الآن على الحاجز بس حيجي دورها مو مطولة. أي منيح. يا جماعة أنا برأيي إنه خلص خلينا نفرطها بقى ونرجع للرواق، شو رأيكم؟ قلتلك مو مستاهل هز بدني مشان هيك واحد غبي. يا جماعة يلا خلينا نرجع للرواق. والله أنا برأيي بلاها هاللعبة. طب عم نتسلى شو بكون ولو؟ افتلي إياه. طيب يلا. تركي إياه. أنا بدي أسأل عبير. عبير نعم. شو كان قصدك لما قلتي عن ريم كصفة سلبية إنه بتوثق بأي حدا؟ أنا كان قصدي إنه هي يعني هي غشيمة مدري كيف ما عندها النظرة ثاقبة بس لا حبيبتي لا طلعيني حمارة فرد مرة شو رأيك؟ حبيبتي أنت جد غشيمة ولا أنت رفيقتي حبيبة قلبي أنا مو هيك قصدي أنا قصدي يعني إنه أنت قلبك طيب بس مو أكثر من آه لا حبيبتي في فرق بين قلبي طيب وبين ما عندي نظرة ثاقبة وبين غشيمة لا ما في فرق يمكن لا حبيبتي في فرق وفي فرق كبير كمان في فرق بس مو كبير بعدين عبير خانم فيك تقليلي من وين وصلتي لهي النتيجة؟ حبيبتي جبته من سلوكك من تصرفاتك تعاملك مع عالم في مواقف إليك بتأثبت أنه أنت فعلا وحدة هيك آه مثل شو بالله؟ ما في شي حاضر ببالي هلأ يعني بس يلي لاحظته أنه أنت وحدة بتصدقي شو ما بين قلك ومين ما قلك هذا الشي طبعا مو حلو آه يعني بفهم منك أنه كل ما بتاخدني وكل ما بتجيبني مين هيك قال؟ لكن شو قصدك؟ أنه أنا بصدق شو ما نقلي ومين ما قلي ما لغير هالتفسير حبيبتي حبيبتي أنا قصدي أنه يعني ما خلص خلص عبير قصدك واضح ومفهوم هلأ رح تعملي لي مثل لؤي؟ لا حبيبتي أنا موضوعك بيختلف كتير عن موضوع لؤي لأنه كلياتنا بنعرف أنه لؤي عنده شوية عقد أي حبيبتي كلياتنا بنعرف أنه أنت وحدة غشيمة وبتحطي ثقتك بالعالم الغلط بالله شو؟ يعني أي طبعا وهذا مو بس رأيي لحالي على فكرة هذا رأيي كل الشلة فيكي حتى لما أوقات هيك بتقول آه لما والله هذا اللي كان ناقص لما أنا تقيمني ريم لا تجيبي سيرة لما وهي ما لها موجودة إذا بتريدي آه لكان هي مو عيب إنه تحكي علي بغيابي؟ إيه بس هي حقيقة والحقيقة على أساس ما بتزعل مو؟ والله يا حبيبتي كل واحد بيعرف حقيقته وحياتك حبيبتي أنا بعرف حالي منيح آه لا واضح إنك تعرفي حالك منيح ست عبير تفضلي أنتي عارفيني ومنكم نستفيد آه مو ملاحظة حالك إنك صايرة كتير وقحة وفجة وكلامك دج أنا صاير كلامي دج وقحة وفجة؟ إيه نعم آه يعني ظاهر أنتي اللي مو منتبهة إنه أنتي ما جا عبالك تسمعي أي شي عن سلبياتك مو مشان شي ما بدها تحسن حالة آه والله أنا حالي هيك عاجبني لا أنتي حرة آه بالله؟ على فكرة ستعبير إذا بقيتي هيك حتخسري كل رفقاتك دخيلك ما في حدا بينزعل عليك آه والله؟ منيح ولا اللي قلتي لي واضح من أسلوبك مع سيد لؤي وهلأ معي أنا إذا كتير كتير متضايقة على لؤي طلعي تلاقيه هون حوالين هون هيك آه بالله؟ رح أروح الله معي وبالناقص بالناقص؟ على فكرة تنسوا إنه قلكم رفيقة اسمها ريم ناطركم ريم يا ريم انا شاكك انه زعلت ريم دربي صد ما يرد يلا حصل خير كمان هي ريم ما بعرف شلون عقلها الله يصلحها شو هالعالم هيا يلا روقي روقي دقلا دقلا للموشة شوف وين صارت كثير تاخرت ايه والله معك حق لانها تاخرت كثير تعا تعا خد موبايلي شو نسيت انه ما معك وحدة صح نسيت ايه لما لك انا شادي شادي وين صرتي عم تدوري على صفة طيب يلا ما تتأخري ناطرينك ماشي يلا باي باي عم تدور على صفة برا ممتاز عبير انا ما كان بدي يصير اللي صار وخاصة انه لما جاي شو يعني واذا جاي لما كم انت بتعرفي عقلها للما شبه ما فهمت يعني يعني هي من غير شي بتقول عنك انك شو بتقول عني كمان
صراحة هي لما بتقول عنك انه انت يعني شلون بدي اقول لك هجومية، يا ارض اشتدي ما حدا قدي ومو شايفة حدا قدامك. لما عم تحكي علي انا بتعرف شو شادي؟ كل العالم تحكي علي الا هي البنت حسان، لانه الغلط طامرة طمر. يعني هو مجرد رأي؟ لا حبيبي، انا اللي بعرفها للمع. لما ما بتحكي كلمة الا اذا كانت قاصدة، الا وما تكون لاقت صفي. بتعرف شو؟ والله مو الحق عليكم، الحق علي انا اللي عم ضيع وقتي مع هيك عالم. وانسوا انه لكم رفيقة اسمها عبير. عبير؟ يا عبير؟ والله يمكن هي كمان زعلت. ايه لما؟ وين صرتي؟ عم تصفي السيارة؟ خلص فيكي تروحي. ما بعرف هدول كلهم تخانقوا بقلب بعضهم وكل واحد حرد وراح. أنا؟ لك شو عم تحكي أنتِ؟ لما أنا بدي أعلقهم ببعضهم؟ لك يقطع عمرك، أصلاً أنتِ أتفه منهم كلياتهم. انقلعي، تضربوا أنتوا واللي عم يقعد معكم، أصلاً بتنسوا إنه لكم رفيق اسمه شادي. وحدة صعبة كتير.